طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم للنعاجة بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة ماذا بعد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص العدوى الفرز اليدوي. طبعا قرار المحكمة الاتحادية الذي أيد إجراءات البرلمان بشأن أزمة الانتخابات فتح الباب واسعا أمام احتمالات عدة للمرحلة المقبلة، لا سيما بأن عمر المجلس النواب الحالي ينتهي في 30 من الشهر الحالي، الأمر الذي يهدد بدخول العملية السياسية في العراق كما يقول النواب في فراغ دستوري. اليوم هناك حديث عن تمديد لعمر البرلمان من داخل البرلمان إلى حين الإعلان عن نتائج إعادة العدوى الفرز اليدوي والمصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية بحسب ما صرح به مصدر برلماني ونواب سوف نأتي عليهم تباعا حول تصريحاتهم. هذا المصدر البرلماني تحدث إلى صحيفة العرب الجديد وقال بأن كواليس البرلمان بدأت تتحرك في هذا الاتجاه للحيلولة دون حدوث أي فوضى أمنية كما وصفها أو اضطرابات بعد انتهاء عمر البرلمان الحالي. بيّن بأن السلطة التشريعية تبحث الآن عن أي سند دستوري يمنحها الحق بالبقاء حتى إعلان النتائج النهائية. ذلك أيضا ما أكده مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو حين أشار إلى وجود مقترح لإصدار قانون يتيح للبرلمان الاستمرار بعمله إلى حين الانتهاء من المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية. هذا الحل قد لا يرضي أطراف أخرى، لا سيما تلك التي تمتلك فصائل مسلحة كالقوى المنضوية ضمن تحالف الفتح. هذا ما جاء في تقرير لصحيفة العرب الجديد، والذي تحدث قادته بنبرة رافضة لقرار المحكمة الاتحادية، وما ينذر هذا الخطاب باحتمال انحدار الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه لا سامح الله، ودخول البلاد في فوضى أمنية، وهذه الفوضى الأمنية التي حذر منها في وقت سابق رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي. رئيس تحالف الفتح وزعيم ميليشيا بدر هاد العامري شن هجوم على رئيس الوزراء حيدر العبادي ومفوضية الانتخابات وحملهما مسؤولية الخروقات الانتخابية، وأوضح خلال تصريح صحفي بأن تلك الخروقات حدثت بسبب الإدارة الفاشلة للعملية الانتخابية كما وصفها هادي العامري. انتقد المتحدث باسم ميليشيا العصائب المنضوية ضمن تحالف الفتح محمود الربيعي، انتقد قرارات القضاء التي وصفها بغير الواضحة، وأوضح في مقابلة متلفزة بأن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن موقف الميليشيا منها.
تحالف سائرون كذلك التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر من نتائج لا تحمد عقباها لقرار المحكمة الاتحادية بتأييد عملية إعادة العدوى الفرز اليدوي، وحذر المتحدث باسم التحالف قحطان الجبوري من احتمال استغلال هذا القرار ليكون مقدمة لفراغ دستوري يمكن استغلاله لتمديد عمل الحكومة وتوسيع صلاحياتها، وشدد في بيان على ضرورة انضاج التحالفات كما قال من أجل التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة لتلافي الفراغ الدستوري الذي قد يفرز نتائج لا تحمد عقباها كما قال. طبعا في هذه الأثناء مصدر مقرب من اللجنة القضائية المنتدبة للإشراف على الانتخابات قال بأن الأخيرة بدأت أعمالها بلقاء كبار المسؤولين في مفوضية الانتخابات، وأوضح بأنها ستبدأ عملية العدوى الفرز اليدوي خلال الساعات المقبلة. أشار إلى أن إعادة العدوى الفرز لا تعني بأن النتائج ستتغير بشكل كامل، كما أن النتائج السابقة قد لا تبقى كما هي، وأضاف بأن جميع الاحتمالات ممكنة والأمر يعتمد على ما هو موجود في أوراق الاقتراع التي ستكشف المزورين وتحدد الفائزين كما قال. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، هل هناك إمكانية لتمديد عمر البرلمان، وهل سوف توافق الكتل الفائزة مثل قائمة الفتح سائرون على هذا التمديد؟ تمديد البرلمان يعني تمديد الحكومة، هناك تهديد، هناك تصريحات قوية من قبل قادة الميليشيات بالدرجة الأولى مثل هادي العامري مثل العصائب، ماذا سوف تكون أو ماذا سوف يكون الوضع الأمني في العراق بعد 30 من هذا الشهر وهو المدة الدستورية بحسب الدستور الذي جاء مع المحتل الأمريكي في عام 2003 بنهاية عمر البرلمان 30 من هذا الشهر. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، يعني هسه هاي الجعجعة اللي تصير بالقنوات الإعلامية حول الفراغ الدستوري، ودير بالك وراح يوقع العراق بفراغ دستوري أو نقرة يسموها نقرة سلمان، وهذه مظلمة هذه الحفرة، وهذا راح تؤدي الى هلاك اهل العراق ودمارهم. نعم. وما ادري شنو، على اساس هم 15 سنه مشرميها، 15 سنه بنوا العراق، صار العراق احسن من واشنطن ومن لندن وبرلين وباريس ومن اسطنبول، هم على اساس يعني راح يدمر العراق خلال هذا الفراغ الدستوري. وش بقيتوا من العراق؟ بقيتوا من العراق على مود خايفين عليه من الفراغ الدستوري؟ يعني اذا صار واذا ما صار، هو شنو الفرق بينه وبين ذاك؟ زين الموجود على العصابه اللي بتحكم باسم القانون صار لها 15 سنه، سوت في العراقيه على مدرسة خايفه من الفراغ الدستوري؟ هذا الضحك على عقول الناس، هذا الضحك على يعني تدمير الانسان العراقي بعد اكثر واكثر. الانسان العراقي محتاج الى وعي، وعي وعي. اذا انت ما توعي، اذا احد القنوات الاعلاميه والمسؤولين الصادقين الشرفاء الموجودين خارج هذه العملية، إذا ما يوعون الإنسان بمعنى الكلمة ترى الإنسان ما يصحى. الإنسان يقول لك أنا فاقد وعي، فاقد كل شيء عندي، يعني ما بقي عندي كل شيء، مجبور أتبع هذا وذاك، مجبور ماكو أحد إلا غيره يصحيني من هذا الصحوة اللي مو صحوة وإنما الدمار اللي هو عايش فيه. فهذول إذا صار تشغيل الانتخابات اللي ذكرت كريم، هذا التزوير حتى وإن حصل ما له قيمة. مقتدى مطمئن من نفسه، بس من راح يوقع بيها؟ راح يوقع بيها سائرون، جماعة فتحية وجماعة نوري وجماعة قايس، هذول يبغون بيها، هذول أصواتهم راح تقل لأنه التزوير حاصل. زين، ومعقولة يقبلون؟ يعني مثلا خلينا نقول تظهر نتائج العدوى الفرز اليدوي، طبعا هناك من يتحدث بأن هذه العدوى الفرز راح تكون على مراكز معينة، يعني معقولة مثلا هذه القوائم الفائزة إذا طلعت النتائج مغايرة راح تقبل بالنتائج الجديدة؟ مو هي شلون تريد تشتغل؟ هي شلون تريد تشتغل إن شاء الله؟ مصارف شوارع 100%،
على اساس راح تصير هي من خلال هذه العمليه، هذه لعبه امريكيه، امريكا تريد تدمر هذول تدمير شامل، والا ردفع اللي يقول لك هذا ابو عمر راح احول على امريكا، ردفع ليش امريكا تغيرت سياستها منذ مجيء دونالد ترامب؟ ليش بزمن اوباما ذلك المنافس الخليج كانت اعتياديه زي نودلز ويسوون دعايه للميليشيات الشيعيه وهذا الجيش وهذه العصابه الحكومه اللي تحكم، ليش تغيرت السياسه؟ لازم اكو سبب، اكو سبب، يقول لك احنا ما تصرفنا بعد. احنا ما تصرفنا بعد انه نقوم بهذا الشيء ضد هذا البلد او البلدان الاخرى، لانه اكو منافس حقيقي لنا بالمنطقه، الروس هم المنافسين الحقيقيين لهم. احنا لازم نرتب اوراقنا من جديد، اذا ما نرتب اوراقنا ترى راح تدمر وضيع المنطقه من ايدينا، لا يبقى شرق اوسط ولا يبقى غرب اوسط ولا هم يحزنون، انت مساله اللاجئين بالملايين الموجوده 65 مليون 60 مليون وصل، هاي اللاجئين سببها من هو؟ سببها السياسات وهاي القذره، هاي الدول الغربيه هي سببها سياسات تدمير هذه البلدان، احتلال هذه البلدان. طريقة أموال الثروات عبال رب العالمين راح يعوفوا بها، لا رب العالمين تحلم طريق الله خذوهم يدمرون مدنكم وبلدانكم، هذا هو السبب. أما بالنسبة للتزوير، التزوير حاصل هو وراح تنكشف الأوراق والأيام الجاية راح تثبت لك صحة هذا الكلام. أما بالنسبة عندي نقطة مهمة أستاذ عمر، تفضل. أريد أقولها يخليك الله، أنت تشوف داعش دين شرق بديالة، الديالة هي شرق العراق صح ولا لا؟ بس من يقول لك شرق الديالة ترى هاي الحدود الإيرانية، شرق الديالة واحد وديالة شرق العراق واحد، هاي حدود إيرانية. هذا داعش يطلع من معسكرات داخل هي المدن الديالة وصلاح الدين والأنبار، وعندك موصل يطلع من عنده على شكل دوريات على أساس تحمي وما أدري شنو، هذه الأشياء الشيعية. فأنت يطلعون من عندهم يقومون بعمليات الخطف والقتل على الشوارع، انا عندي دليل، عندي دليل، شلون بدك دليل؟ خروج الخليفه مثل ما يقول من تل الاحفر وصارت عمليات السرقه والنهب، عندي دليل على هذول، عندي صار في احد الاشخاص عرفت من عنده كل شيء. نعم والله. هذول هم اللي يقومون بها، هذه عمليه القتل المسبق ما هو عمليه الدمار المسبق القادم، حرب الشوارع القادمه بيهيئونها. انت كل يوم تنزغ 1000 مره، اي ما تقول شلون تريد تصحى انت؟ شلون يصحى هذا البشر؟ شلون يصير براسه خير ويتطور ويتقدم؟ أبو عمر من السليمانية كان معنا، شكرا لك. طبعا رئيس المفوضية السابق للانتخابات عادل اللامي قال بأن قرار المحكمة الاتحادية بإعادة الفرز والعدوى الفرز اليدوي سيكون فقط على محطات ومراكز الانتخابات التي حصلت فيها شكاوى وشكوك بالتزوير، وبين بأن الحكومة ستبقى بعد انتهاء عمل أو عمر البرلمان لتسيير الأعمال بكامل صلاحياتها التنفيذية حسب قوله. خلونا نأخذ مقتطف عادل اللامي رئيس المفوضية السابق للانتخابات. العد والفرز اليدوي سيكون فقط على المراكز الانتخابات ومحطات الانتخابات اللي حصل فيها شكاوى وشكوك بالتزوير، وليس في كل العراق، وهذا هو منطوق قرار الحكم. تعد وتفرز فقط المراكز اللي حصل فيها تزوير أو شكوك بالتزوير. نعم، هذا كلام رئيس المفوضية السابق للانتخابات. اليوم جميل العبيدي وهي النائبة في البرلمان قالت بأن رئاسة مجلس النواب استندت إلى قرارات المحكمة الاتحادية في تشريع قانون تمديد البرلمان لحين المصادقة على نتائج الانتخابات. أضافت العبيدي بأن المادة 56 من الدستور تشير إلى وجوب إكمال مجلس النواب 4 سنوات تقويمية دون تحديد موعد صريح لانقضاء عمره القانوني، ما يتيح للبرلمان تشريع قانون لتمديد عمله على حد قولها. معنا اتصال أنس من بغداد، تفضل أنس. أنس تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أنس.
أنس؟ موضوع نعم بالنسبة للموضوع عادة العدو التربية الأدوية بعض الكتل تحاول تطرح على قرار المحكمة هذه بجعل العدو صار جزئي حتى يخون حجم التدريب اللي سووه بس المحكمة من أصدر هذا القرار هو المحكمة الاتحادية تفضل العدو والصرف الشامل في كل المحافظات يعني 100% حتى يبين من اللي يدور ومن اللي جاء. نعم. أنس الظاهر يعني أنت يعني اكو هوا لأن صوتك مو واضح. إيه نعم وأنا خارج البيت يعني. نعم. أشكرك أنس من بغداد كان معنا الصوت صراحة غير واضح. طبعا رئيس لجنة تقصي الحقائق عادل نوري قال أو توقع بأن يؤدي العدوى الفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات البرلمانية وأضاف بأن العدوى الفرز اليدوي سيؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة التي أبدت تخوفا كبيرا من هذه الخطوة الأمر الذي قد يلجئها إلى ممارسة قد تلجأ إلى ممارسة ضغوط على القضاء المكلف بإعادة العدوى الفرز. في سياق التصريحات النائب مهدي الزبيدي قال بأن جهات رقابية متعددة أكدت حدوث عملية التزوير في انتخابات عام 2018. خلونا نأخذ كلمة النائب مهدي الزبيدي. الرقابة المالية وهيئة النزاهة والجهات الأخرى اللي اشتركت حقيقة جهاز المخابرات جهاز الأمن الخاص أنا أعتقد كل هذه الجهات هي جهات مهنية ومختصة وقادرة حقيقة على التشخيص أكدت هذه الجهات أن هنالك تزوير كبير وأنه لا يمكن السير بهذه النتائج وهذه طبعا كلها أرسلت إلى المحكمة الاتحادية العليا لتكون أيضا أمامها كثير من المعطيات أيضا لجنة تقصي الحقائق اللي شكلها البرلمان أيضا ذهبت بهذا الاتجاه إذن اليوم أكو أزمة سياسية أكو هنالك نتائج عليها شبهات وتشكيك كبير بها إذن لابد أن يكون أولا حل مقبول نعطي شرعية لابد من تنقية نعم هذا النائب مهدي الزبيدي أكد حدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية من خلال جهات متعددة معنا اتصال عماد من بابل تفضل عماد السلام عليكم أخي العزيز وعليكم السلام ورحمة الله أحب أشارك بالبرنامج تفضل بصراحة التزوير بالانتخابات ما يحتاج لتحقيق وما يحتاج لدراسة وما يحتاج لتحري تزوير واضح كل محافظات العراق بدون استثناء نعم نحتاج إلى أيدي أمينة وعقول نيرة نحتاج إلى نكران ذات نحتاج إلى حس وطني 100% وليس مناطقي أو طائفي البلد الآن يحتاج إلى هذه الأمور بصراحة ما أدري كم سنة نحتاج بعد إلى أن نصل إلى هذه المرحلة إلى نكران الذات إلى حب الآخر عماد انقطع الاتصال مع عماد من بابل وتحدث بأن التزوير واضح في كل محافظات العراق مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم اهلا بكم من جديد عاود الاتصال معنا عماد من بابل تفضل عماد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل عفوا انقطع الاتصال ما ادري نعم ماكم من عندي ما اعرف تفضل انت اشرت الى انه التزوير موجود في كل المحافظات وبانه
أنه هناك يعني حاجة للعراق للابتعاد عن الطائفية. تفضل أكمل فكرتك. نعم نحن بحاجة إلى هذا الشيء. الآن جاهي المتواضع سياسيين هذه المرحلة سياسيين صدفة بصراحة، إجوا بالصدفة وركبوا الموجة مع كل أسف. نحتاج إلى سياسي حقيقي، سياسي يفهم، سياسي متواضع، سياسي عنده نكران ذات، سياسي يخدم مو يريد الآخرين يخدموه. نحن بحاجة إلى هذا السياسي. كم سنة تحتاج الأمة العراقية إلى أن يظهر هذا السياسي؟ كم تضحية، كم دماء نحتاج إلى أن يظهر هذا السياسي لينقذ البلد؟ البلد ضائع. الشعب ضائع بصراحة، البلد ضائع والشعب ضائع. ما المطلوب من الشعب؟ الجوار نعم. يعني هناك من يقول بأن المسؤولية تقع على عاتق الشعب، لأن يقول لك إحنا بعد ما نعول لا على حكومة ولا على برلمان. شنو برأيك مطلوب من الشعب؟ الشعب نعم يتحمل، يعني إذا أكون منصف يتحمل 50% من هذا الوضع، 50%، بدليل هناك شعب آخر اسمه الشعب المصري ما عجب الوضع أو ما عجبت الحكومة أو ما عجبت قرارات الحكومة بالمجمل بالعام، نزل للشارع وساند الجيش. نعم. واختار حكومة أخرى. نحن بحاجة إلى هذا الشيء. زين، إحنا إذا الجيش عندنا مسيطر عليه من قبل الأحزاب شلون؟ مشكلتنا ضخمة يا أخي العزيز، مشكلتنا ضخمة بسيطرة الأحزاب، بسيطرة الحيتان. أنا أسميها حيتان بصراحة، ما أسميها أحزاب. لو كان حزب سياسي، الحزب السياسي يخدم، حزب السياسي رحل بأيام السبعينات كنت منتمي إلى حزب يساري، كنا إذا أرادوا يبنوا لهم غرفة نروح كل إحنا نبني له غرفة، إذا أراد يعرس واحد من الإخوان نروح نعرس، إذا كان منتمي إنه أو غير منتمي، إذا لقيناه فقير الله شاهد. ما يعني ما أصنع بالكلام، الله شاهد بالسبعينات كان الوضع بهالشكل، كانت الغيرة العراقية بهالشكل، مو هسه يعني شيني وشيلك، طمطمي وطمطم لك بصراحة. وأشكرك أنا. شكرا عماد من بابل، كان معنا، شكرا جزيلا لك. طبعا اليوم كذلك النائب صلاح الدين الجبوري قال بأن هناك احتمال لإعادة الانتخابات كما يقول بقرار نيابي بسبب الخروقات الواسعة التي شهدتها في عدة مناطق من العراق. أضاف بأن الأسبوع الحالي سيشهد التصويت على التمديد لعمر البرلمان لحين التصديق على نتائج الانتخابات، وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية شرعنت الجلسة المفتوحة التي شرع من خلالها البرلمان قانون التعديل الثالث للانتخابات، وبالتالي فإن الجلسة المفتوحة ستستمر لحين مطابقة النتائج. طبعا النائبة عن ائتلاف دولة القانون أسماء الموسوي قالت بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لم تتجاوز 20%. أضافت الموسوي إلى أن نسبة المشاركة المعلنة في الانتخابات غير حقيقية ولا تعبر عن إرادة العراقيين. نأخذ مقتطف النائبة أسماء الموسوي عن دولة القانون. مشاركة أغلبية الجمهور العراقي في الانتخابات حيث كانت نسبة المشاركة أقل من 20%. أنا حاضرة ورأيت بأنه النسبة ما بين 16 إلى 18% كانت نسبة المشاركة، وكلنا قلنا بأنه هذه النتائج صدرت. نعم هي ليست حقيقية. نعم، هذه نائبة عن ائتلاف دولة القانون تتحدث عن نسبة مشاركة ما بين 16 وما بين 18 حتى ما تجاوزت 20. هذه نائبة عن دولة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية حالي نوري المالكي. اليوم طبعا في إطار تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية والحديث عن تمديد عمر البرلمان والحديث عن تمديد عمل
الحكومة لحين الحصول على نتائج نهائية بعد عملية العدوى الفرز اليدوي وتصديق المحكمة الاتحادية. اليوم النائبة سروة عبد الواحد اتهمت الكتل السياسية في مجلس النواب بخرق القوانين التي شرعتها واصفة مساعي تمديد عمر البرلمان بالسابقة الخطيرة. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسن، شنو رأيك بالحديث عن تمديد عمر البرلمان والحكومة لحين ظهور نتائج العدوى الفرز اليدوي؟ أخي، هو رأيتهم يعني ترس جيوبهم وترس يعني الفاسدين أجسادهم، هذول يعني شو بدهم من عندهم؟ مو يعرفون يديرون دولة، يريدون يعني شنو الاجندات الخارجيه مالتهم تجي من ايران ومن امريكا ومن اسرائيل. هم يجون يعني ياخذون بس شنو الاوامر مالتهم هذول. يعني برلمان عدو الفرز صحيح صحيح يا اخي. يعني هسه اي واحد يقول لك هذا عدو الفرز او الانتخابات حقيقيه يقول لك كذب. فكلهم هم هذول مجموعه عصابه تاكل الجسم العراقي. شلون مكتوب اسم العراق؟ العراق دي يتاكل من الاليف الى القاف، يعني دي يتاكل واحد ورا الثاني، حرف ورا الحرف. فدول هم الماديات واسيادهم شنو يشدوا من عندهم حتى ما يعرفون يحكمون. نعم. دول اصلا مو عراقيين، يعني لا لهم اثر بالعراق ولا هم يعني ما يعرفون شنو العراق. نعم. زين، يعني انت برايك اذا تم تمديد عمر البرلمان لفتره خلينا نقول مثلا شهرين ثلاثه وبعدين طلعت العدوى الفرز اليدوي، نتائج العدوى الفرز اليدوي مختلفة قليلا، طبعا ما معقول انه راح تكون النتائج مختلفة بشكل جذري وكامل، ايش راح يصير خلال هذه الفترة؟ يعني اليوم مثلا قوائم الميليشيات الفتح من ضمنها العصائب كذلك قائمة سائرون ترفض هذه الفكرة، حتى رافضة فكرة أنه يعني ممتعي ضمن قرار المحكمة الاتحادية بموضوع العدوى الفرز اليدوي. أخي، موضوع المحكمة الاتحادية هم دولة يعني شايف واحد اللي خير وموصله بواحد للثاني، هم كلهم مرتبين، يعني شو يقولون مرتبين. نعم. يعني دولة أصلا يعني ما يعرفون يعني الحكم يا اخي، الله يخليك بس افهمني، يعني هذول ما يعرفون الحكم. هذول خيط متصل بالثاني، الاتحاديه، الاحزاب، السياسيين، يعني هم يريدون الحكم بكل وسيله وباي ثمن، ما يهمهم الشعب العراقي. هاي ما عدو الفرز والشرف، هاي كلها يعني ضحك على الناس. يعني شايف واحد يقول لك بيخدر، هو يموت بعمليه يسووا له ويخدرون به. ما يعني ما لحن البلد هذا ما يفيد ابدا اذا مو الشعب ينتفض انتفاضه حقيقيه تغير اتجاهاته وتغير مساره. نعم. يعني البلد هسه نحو الهاويه، يعني بحثت معنا حكومه ضرب نار وكاتب ما ادري شرطي ما ادري شرطه ما ادري شنو ما تعرف. يعني احنا عايشين بغابه يحكمها لصوص ما يعرفون اي شيء بالانسانيه اصلا. نعم. أبو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. طبعا ستة كيانات سياسية في كردستان العراق أعلنت في بيان مشترك تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون انتخابات القاضي برفض إلغاء نتائج التصويت الخاص في كردستان العراق وأصوات النازحين والناخبين في الخارج. البيان يعني تم إصداره من حركة التغيير والاتحاد الكردستاني والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية والحزب الشيوعي. جاء في البيان بأن الكيانات الستة تؤيد قرار المحكمة الاتحادية باحتساب أصوات البشمركة وقوى الأمن الداخلي والجاليات والنازحين، وأنها احتراما لقرار المحكمة ستراقب العدوى الفرز اليدوي لأصوات الناخبين. معنا اتصال أم محمد من السليمانية، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. قناه الرافدين والكادرها. اهلا وسهلا. الله يسلمك عيني. اهلا بيش. الحكومه دا تغير وتدور انتخابات جديده، استاذ عمر ما حد انتخبهم. نعم. ما حد انتخبهم، هاي الحكومه مالتنا ما حد انتخبها، اكو قليل انتخبوهم، هل وياهم. بس الشعب ما انتخبهم ولا يريدهم.
يعني هم يردون يبقون مكانهم، يردون يبقون على الكراسي، بس صدقني الحكومة ما حد يريد الشعب العراقي بالأطلق، من سنة لشيعة الكل حتى هنا ترى الأقليم الأكراد هم ما تريدهم العدل حكومتهم، كلها ما تريدوها، كلها ما يردوها، يقولون ناس حرامية، احنا ما عندنا لا رواتب ولا عندنا كل شيء، مدى نحصل حتى الراتب مدى نحصل عليه هنا، المعاش ما يحصلون عليه هنا بالأقليم. نعم. زين وما حد يريدهم، كل الحكومة سنة وشيعة بأكملها من كل الطوائف بالحكومة ما حد يريدها. ودا يغيرون هسه بالانتخابات، تعال انتخبوا، دخل يسوون انتخاب. نعم. أم محمد؟ واحد ها عيني. إي هسه أسمع، شرح الصوت، تفضلي. ألو. تفضلي. إي هسه دخل يسوون انتخابات، خل يسوون. صدقني ما راح يطلع واحد بالشارع وينتخبهم بعد. بعد ما حد ينتخبهم استاذ عمر، ذاك اليوم هم سووها وما طلعت انتخبت. النسبة نسبة الانتخابات، نسبة الانتخابات ما تجاوزت 20%. نعم. الجماعة مسويها 44. طبعا هاي بحسب نواب، بحسب سياسيين من داخل الحكومة والبرلمان، مو كلامنا. اي بس هم الانتخابات يدرون فشلوا، حرقوها للانتخابات كلها، حرقوها للمفوضية، وماكو كل انتخابات وما حد انتخبهم ولا. زين أم محمد، تتوقعين البرلمان يمدد؟ نعم. يمدد، تتوقعين البرلمان يمدد عمله؟ يعني مثلا نوب 6 أشهر 4 أشهر؟ والله ما أعرف إذا يجوز، يعني عنده واسطة ويرجع ولا ما حد ينتخبهم. نعم. واسطة منين؟ ما حد ينتخبهم. نعم. تزوير استاذ عمر، صار تزوير، ماكو انتخابات، نطوا فلوس ودورة وكذابين. نعم. الشعب مظيوم، الشعب مظيوم استاذ عمر، الشعب مظيوم، لا قاعده ولا اكل ولا ملبس، الشعب لا. مظيوم، احنا نشوفهم بعيننا، مظيوم الشعب. زين صدقنا اكو بيوت حد نساء واطفال، ماكو رياجل، 50 نفس بيت واحد استاذ عمر، الناس مظيوم. نعم. ما عندنا احنا نفرين، ما اروح انتخبهم، انا ما انتخبهم. البيت وما عنده لا راتب لا عنده شيء، واجار وجهال ونسوان، بس نسوان حتى رياضين هن كافيين، من يروح ينتخبهم استاذ عمر؟ اذا هاي المأساة اللي نشوفها، احنا اللي نشوف مأساة، شو نروح ننتخبهم؟ شنو سوونا اياه؟ شنو سوونا اياه؟ على الاقل الاقليم، حكومه الاقليم عاد يعني عمرت والبلديه مالتهم تشتغل واكو شغل، بس معاشات ماكو احسن من بغداد، بغداد مهجوره، من ينتخبهم استاذ عمر؟ نعم. نعم أم محمد من السليمانية كانت معنا، شكرا لك يا أم محمد. طبعا الجماعة الإسلامية الكردستانية في هذا السياق قالت بأن قرار إعادة العدل والفرز اليدوي في كردستان العراق لن يجدي نفعا كما قالت، وستعاد نسب التزوير ذاتها في ظل سيطرة حزبي البرزاني والطلباني على الحكومة في كردستان كما قالت الجماعة الإسلامية الكردستانية. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. الجماعة اليوم يريد يمددون عمر البرلمان لحين ظهور نتائج العدو الفرز اليدوي وتصديقها من قبل المحكمة الاتحادية. هناك من يوافق وهناك من يعارض، طبعا المعارض هم الكتل الفائزة مثل سائرون والفتح، شنو رأيك؟ والله أستاذ عمر أنا أقول مع الأسف راح يبقى الشعب العراقي يعاني من هذا الوضع المزري. يعني البرلمان راح يبقى يمارس عمله والأحزاب تتقاتل بيناتها، الخاسر والرابح، وهسه بدأت عملية العدو الفرز اليدوي، والكل يعرف بأن الدولة والموجودين بالعملية السياسية كلهم فازين. بعدين منو يضمن بأن اللي راح يقومون بالعدو الفرز اليدوي أستاذ عمر ما بهم أشخاص تابعين الأحزاب المتنفذة؟ وحتى إذا صحت عملية الفرز والعد اليدوي وطلعت عملية التزوير، لنفرض راح يبين بأن الكتل الفازة فازت التزوير، فما راح يسكتون، بالتأكيد ما راح يسكتون، وراح تبدأ الصراعات بيناتهم، وكل ميليشيا راح تتقاتل ويا الكتلة الثانية، ميليشيا الكتلة الثانية. وراح يدخل البلد فوضى جديدة، والحكومة هي بالأساس عاجزة 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 عن ردع ميليشياوي واحد، مو فصيل ميليشياوي ولا فصائل، ميليشياوي واحد ما تقدر توقفه.
وزيارة قاسم سليماني وابن خامنئي واضحة بإشعال فتنة بين اللي يأيدوهم واللي يعارضوهم، وحسب رأيي يعني أقول مع الأسف يعني الجميع هم جميع الكتل تأيدهم. الشعب ساكت أستاذ عمر ويتفرج على كل اللي دا يصير، وكأنه يا سبحان الله كأنه مخدر، وكأن الأمر كل هذا اللي دا يجري بالبلد ما دا يعني، يعني المفروض بالشعب يقول كلمته وكافي ذل. يعني أنتوا بس تطلعون وتهتفون هيهات منا الذلة وأنتوا عايشين بنص الذل. نعم. طيب إلى متى راح تبقون ساكتين وأنتوا تشوفون شلون اللي سلطوا على رقابكم ورقابنا يتمتعون بكل خيرات بلدكم، وأنتوا أما عاطل عن العمل أو خايف أو متردد؟ نعم. إلى متى يعني تبقون تسمحوا لهم ينهبون بلدكم؟ يعني ما شفتوا شعب مصير، شعب الأردن شلون شافوا الوضع ضد مصالح شعبهم، شلون انتفضوا ضد الوضع اللي صار ببلدهم؟ ليش هاي الشعوب يعني أحسن من عندكم؟ وكل العالم يعني يعرف، وانتم بنفسكم تقولون بانه الشعب العراقي ما يقبل بالضيم، ليش ساكتين انتم على هذا الضيم؟ يعني احنا كل الزين نعرف، وكلهم هم نفسهم من الكتل اللي موجوده ومن البرلمانيين اللي موجودين، كلهم يقولون بانه نسبه المشاركه بالانتخابات ما تجاوزت 20%. نعم. وصلوها لل 44%، وهوايه ناس وهوايه من الشعب قاطعوا هاي الانتخابات. نعم. يعني انتم متعرفون بانه هاي الشغله كلها تزوير وبانه هم يردون يبقون مسلطين على رقابكم؟ نعم. زين ابو ناصر، اذا تسمح لي تبقى ويانا هسه، وردنا خبر ووصل مقطع فيديو الى غرفه الاخبار، سقوط بعض الاجهزه، اجهزه العاد والفرز الالكترونيه على موظفين في مفوضيه الانتخابات، بالتحديد في مقر المفوضيه في العاصمه بغداد، وادى الى اصابه موظفين في مفوضيه الانتخابات. هذه الصور ترد عبر شاشه قناه الرافدين، ب يعني معقوله شوقعها هذه الاجهزه؟ احنا نشاهد هذه الصور، وهناك صور لجرحى يتم نقلهم في سيارات الشرطه، ويعني تفاصيل لم ترد بشكل كامل كيف سقطت هذه الاجهزه وما هو عدد الجرحى، وهل هناك اصابات بالغه في او اصابات بليغه في هذه الحادثه؟ بعد هناك تفاصيل اذا وردتنا قبل نهايه البرنامج سوف نتحدث عنها، واذا لم تكتمل الصوره فالنشرات الاخباريه القادمه عبر شاشه الرافدين سوف تغطي هذا الموضوع ومواضيع اخرى. نشاهد هذه الصور من مقر المفوضيه العليا للانتخابات في بغداد بسقوط أجهزة العد والفرز الإلكترونية على موظفين. تساؤل، شلون وقعت هذه الأجهزة بهذه الكمية؟ معقول يعني تم وضعها بشكل عشوائي؟ يعني ما نريد يعني نتكهن أو نتوقع، أو ربما هناك يعني شخص أو وراء هذا العمل، ننتظر التفاصيل. نعم، نرجع لك أبو ناصر، تفضل أبو ناصر. نعم أخوي العزيز. نعم. أستاذ عمر، هذا خلي يشوفها هاي الصور، خلي يشوف الشعب العراقي. نعم. خلي يشوف عمليات التزوير شلون تصير، خلي يشوف شلون إذا صارت عملية العد والفرز شلون هاي الأصوات راح تضيع، وشلون ما راح تبين نسبة التزوير اللي صارت بالانتخابات الأخيرة. خلي يشوف الشعب العراقي، وخلي الشعب العراقي باقي ساكت، وخليه خايف وخليه متردد. هاي الصور اللي دا تظهر على شاشتكم الموقرة تبين بأنه اللي وقعوا هاي الصناديق الإلكترونية يضيعون نسبة التزوير اللي صارت بالانتخابات هاي. خلي يشوف الشعب العراقي وخلي ينطي رأيه بيها. نعم. وراح يبقى ساكت، أنا متأكد راح يبقى ساكت، لأنه رضى بالذل. مع الأسف أقول الشعب العراقي رضى بالذل. إذا ما يطلع الشعب وينتفض ضد هاي الحكومة وضد هاي الزمرة وضد المعممين الفاسدين اللي موجودين بالعراق، العفو، ما راح تصير لنا اي شاره. نعم. ولا راح يستقر البلد ولا راح نشوف خير ما دام هذول موجودين على راس السلطه الموجوده بالعراق هسه. نعم، اشكرك ابو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال عبد الرحمن من محافظه السليمانيه. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك، احييك. الله يسلمك. الله يحييك. قال عمر هاي المسرحيه مال الانتخابات عشناها شفناها من حكومه السلفه هاي مال الجمعيه الوطنيه ومشها مال حد الان، ما في شيء جديد. يعني احنا
يعني شنو اللي تتوقع من عندهم نجاها؟ تتوقع انتخابات نجيها؟ واللي الانتخابات اللي صارت في الاخير يمكن القاصه والجاليه يعرف فيها ويعرف البهدله اللي صارت، تزوير اللي خسرانين يدورون عدو فرز يدوي، واللي فاشوا بتزوير او غير تزوير يرفض اشارات العدو الفرزي، هو يقول لك انا فزت بعد ما هاي حصتي وجتني. فهاي المسرحيه والله ما بس احنا نعتب على الشعب العراقي، لان الله سبحانه وتعالى يقول لا يغير الله ما بقول حتى يغير ما بانفسهم، والله اذا ما غير اللي بداخلنا ونخلي ولاءنا الوطن بكل طوائفنا فلا يتغير هذا اللي حال اللي بينا ومن اسوء الى اسوء. واحنا شفناها يعني هال 15 سنه كل ما يقول سنه تجي جديده تجينا اسوء من اللي قبلها. نعم. شو تتوقع البرلمان يتم تمديد عمره؟ يعني الفترة مثلاً إنه بست أشهر أربعة أشهر أكثر أقل؟ عمر إحنا والله ما نتفائل بالشهر، يعني ما نتوقع غير الأسوأ من هاي الحكومة. يعني إذا تمدد عمر البرلمان أو انتهى عمر البرلمان اللي راح يجي راح يجي أسوأ، ما راح يجي يعني شيء يفيد الشعب العراقي أخي عمر. نعم. ما إن شاء الله جاي، نسأل الله إن شاء الله الفرج بريد كل الشعب إن شاء الله. شكرا عبد الرحمن من السليمانية كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو خالد من بغداد، تفضل ابو خالد. سلام من الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لكادر الرافدين الغيور ولقناه الرافدين الشجاعه الصابره الصامده الامينه على المبادئ والثابته سيدي عمر، ارخص لي ببعض الوقت القصير ارجوك يا سيدي. نعم تفضل مباشره. سيدي عمر، الدورة ما قبل الأخيرة، مو هذه الأخيرة ما قبلها، فاز أياد علاوي. نعم من 2010. قامت الدنيا ولن تقعد، الفرق صوتين. نعم. لأن حزب الدعوة لازم يريد يفوز نفسه، حزب الدعوة لا يصلح أن يقود العراق، ما يصلح لا هو ولا الحزب الإسلامي، كلا الحزبين ارتباطهما في الموساد. خليش يسمعني كل نعم. كل أهلي في العراق بكل أطراف الغيور الشجاعة، حزب الدعوة والحزب الإسلامي أقسم بالله ورب العرش العظيم المجيد ارتباطهم في الموساد. وعلى شعبنا أبو خالد، اليوم إذا تمدد عمر البرلمان شو تتوقع؟ نعم، إذا البرلمان مدد فترته شو تتوقع؟ شو راح يصير الوضع؟ نعم سيدي عمر، والله ساج راح أجيبك على هذا السؤال، أقسم بالله ما يلحقون عليها، نقسم بالله ما يلحقون عليها، هؤلاء خونة وعملاء. فاز أواد علاوي ما قبل الدورة، مو هذه الأخيرة ما قبل قبلها، قامت الدنيا ولم تقعد وسووها لحزب الدعوة ورتبوها، فازت قائمة سائرون، لأنه عائد إلى سماحة السيد مقتدى الصدر الغيور ابن العراق العربي المسلم الوطني. نحن نعرف. زين ليش عتب مقتدى الصدر ليش عتب على حيدر العبادي لما نتحالف ويا الفتح وبعدين رجع هو تحالف وياهم؟ شلون سيدي عيد السؤال اذا ممكن سيدي؟ مقتدى الصدر ليش زعل على قائمة النصر بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي لما نتحالفوا مع قائمة الفتح؟ ليش وبعدين هو اجى تحالف مع الفتح؟ مو قال وميليشيات سائبة وميليشيات وقحة؟ أبو خالد تسمعني؟ أبو خالد من بغداد كان معنا. أبو محمد من القادسية، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك استاذ عمر؟ اهلا بك حياك الله. بدي اقول لك استاذ انا مدعتك ما شاركت لا بهاي الانتخابات ولا بالقبله ولا بالقبله. اللي انا اعرفه عمليه فاشله، عمليه زائفه. نعم. عمليه ما طولها كوميليشيات واكو احزاب واكو هذا صارت لك ما تمشي عدل. ما تمشي عدل، زين؟ الوضع مو تمام. الوضع هسه وصل الى طريق مسدود، زين؟ ما الوضع. نعم. ايش تتوقع ابو محمد اذا تم تمديد عمر البرلمان؟ ايش راح يصير وضع العراق؟ ابو محمد تسمعني ابو محمد؟ وقطع الاتصال مع ابو محمد. خلينا نقرا في اخر خمس دقائق رسالة واتساب. يقول العراق دخل الفراغ الدستوري كما يقول في 9/4/2003، واليومنا هذا حيث حلت الدولة واستبدلت بما هو قائم، أما دستورهم فاستفتاؤه مزور كما هي انتخاباتهم بكل دوراتها، إضافة لكونه معطل من قبلهم. المهم تخاصموا فيما بينهم فتكشفت ألاعيبهم وبانت عوراتهم للقلة التي صوتت، وشكرا للأغلبية المقاطعة كما قال. يقول والله صحيح، يقول والله صحيح يا أبو حسن، شلون العامري يريد يحكم العراق وهو عميل ومجرم كما يقول، وخاطف لي 3000 عراقي بريء. رسالة أخرى يقول عيني حتى لو يعيدون ويفرزون كلها كذب على الشعب وتخدير للشعب، أمرهم قاسم سليماني وقسموها وخصت الشغلة، أمر العراق أصبح بيد هؤلاء السراق والخونة كما يقول. طبعا في تصريحات يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون بأن حزبه جمد المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة إلى ما بعد مصادقة نتائج الانتخابات وإعلان النتائج الجديدة بعد العدوى الفرز اليدوي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين اللي تحدثنا فيها عن ما يدور الآن في حديث داخل البرلمان وفي داخل الكتل السياسية، كانت الفائزة أو الخاسرة بتمديد عمر البرلمان لحين ظهور نتائج العدوى الفرز اليدوي من قبل مفوضية الانتخابات والتصديق عليها من قبل المحكمة الاتحادية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله.